متابعين، أسعد الله أيامكم بكل خير. حديثنا اليوم سيكون عن كيفية التعامل مع الشجيرات الصغيرة بشجرتي العنب والليمون، طبعا المزروعتين داخل المنزل، وذلك أولا لأن الليمون لا يعيش في الأجواء الخارجية هنا، وأما بالنسبة لنبات أو لشجرة العنب أو الكرمة فهي أيضا حساسة كثيرا بالنسبة للصقيع الذي يأتي في الشتاء، فلذلك يجب تربيتها داخليا على الأقل مدة 2 سنين، ثم زراعتها في الحديقة. سنبدأ العمل سوية، وسيكون هناك عدة شجيرات للتعامل معها، وكل شجرة واحتياجاتها الخاصة، وسنرى معا ذلك. هذه هي الشجرة الأولى، وهذه الشجرة حصلت عليها طبعا بالطريقة التي شاهدتموها سابقا، اكثار العنب عن طريق الوقر الخضراء، وسأضع لكم الرابط أسفل الفيديو للاطلاع عليه. الآن هذه هي الشجرة الأولى. أولا سوف نقوم بتثبيتها بشكل جيد، وذلك من خلال استبدال التسنيدة القديمة بتسنيدة جديدة. بعد وضع وتثبيت السندانة الجديدة، نقوم بتربيط الشجرة من خلال أي حبل أو قطعة قماش. بعد الانتهاء من تثبيت الشجيرة، نقوم الآن بقص الفروع السرطانية أو الفروع الزائدة، وخاصة في الأسفل طبعا، وسوف نبقيها على فرع واحد أو غصن واحد، وسنختار هذا الفرع والذي سوف يكون هو الأقوى، ولا هم في ذلك، فإن شجرة العنب من خلال عقدها المتعددة فإنها إن خسرنا الفرع الرئيسية فإنها سوف تنبت فرعا آخر، لأن العقدة في شجرة العنب داخلها يمكن أن ينبت أكثر من غصن. وقد وزننا جميع الأفرع الغير محتاجين إليها، ونحن بحاجة فقط إلى فرع واحد كي ينطلق بها إلى الأعلى.
لقد أصبحت جاهزة الآن. سنقوم الآن بتحريك التربة حول الساق، ولكن بحذر طبعا كي لا نقطع الجذور الناعمة. وهذه العملية مهمة جدا من أجل التهوية، وخاصة أن النباتات تعيش في الداخل، فهي لا تحصل على الهواء وأشعة الشمس الكافية، ويكون احتمال تعفن التربة كبيرا. لذلك نقوم بعملية التهوية للتربة حول ساق النبات الرئيسية. لنرى هذه الشجيرة الثانية ما هي حاجتها. بداية يوجد فرع في أسفلها يجب التخلص منه، أنه يقوم بالتغذية على حساب الساق الرئيسية. ها قد نزعناه الآن، وعلى ما يبدو أنها لا تحتاج كثيرا. يمكن أن نقوم بربطها من الوسط لزيادة التثبيت ولكي تنمو بشكل مستقيم أكثر. إنها الشجيرة الثالثة، أو تذكرونها؟ هذه هي التي قمنا بزراعتها عن طريق العقل الخضراء. وهي تنمو بشكل جيد. طبعا هي ليست بحاجة الآن لأي عمل سوى تقليب التربة حول الساق. ها قد انتهينا من 3 شجيرات. أما الآن فسوف نقوم بجلب شجيرة حصلت عليها من خلال زراعة بذور العنب، وهي من نوع جيد، وخاصة بالنسبة لورقها. وهذه هي المرة الأولى التي سوف نقوم معا بتهذيبها. ها هي فرعة صغيرة بالأسفل، قد أزمناها، وسوف طبعا نزيل الأوراق السفلية. ولن نبقي كثيرا من الأوراق، وذلك لكي يشتد عودها وتصبح قوية. أخرى مزروعة في وعاء أسود اللون، وهي من نوعية كما يسمى الإمبيتي أو السباعي،
وهذه خصيصا للورق، وعنبها ليس مستساغا ولكن أوراقها جيدة الطعم. لقد انتهينا الآن من شجيرات العنب، ولننتقل إلى النوع الثاني وهو شجيرات الليمون. هذه الشجيرة الصغيرة كانت قد خسرت الغصن الرئيسي، فلذلك أنبتت غصنا جانبيا، فهي تحتاج إلى عملية تقويم، ونقوم بذلك برفق خشية أن ينكسر الغصن الجديد، فنقوم بشدها إلى السندان بلطف ورفق. أما هذه الشجيرة الصغيرة فإنها لا تحتاج إلا إلى قص بعض الأوراق المتهالكة في أسفل الساق. الشجيرة الثالثة طبعا، وجميع هذه الشتلات الثلاثة قد حصلت عليها من خلال زراعة البذور، فهذه الثالثة تحتاج إلى ربطها إلى السنديانة. وهذه أخرى رابعة، وهذه حصلت عليها من خلال الترقيد الهوائي من شجرة كبيرة لدي في المنزل، وها هي فرعة تنمو في الأسفل، قمنا بانتزاعها. الدائمة لهذه الشجيرات لها نتيجة، وهذه هي النتيجة أمامكم: شجرة مفعمة بالحياة، نستخدمها في تزيين المنازل والاستفادة من أوراقها لأغراض طبية. نأمل أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.